تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة كتابات ومقال لنهاد الحديث بعنوان العقوبات الأمريكية أزمة سياسية واقتصادية جديدة. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً في حملة على تعاملات إيران بالدولار. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين القول إن الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عملية غسيل أموال ومعاملات احتيالية. وأضافت الصحيفة أن بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات الأمريكية، مما يزيد المخاوف من أن إيران ستكون مستفيدة منها. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد منعت 4 بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في تشرين الثاني الماضي. ويقول الكاتب إن المعلومات التي نشرت توضح أن الهدف من تلك العقوبات هو تضييق الخناق على إيران وتجفيف شرايين التدفقات المالية إليها بالعملة الصعبة. خسائر تهريب الدولار من العراق تقدر ب 400 مليار دولار، ويشير التقرير الصادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن إلى عمليات واسعة تجري في بغداد وسط شح العملة الأمريكية في المصارف المحلية ومخاوف من اهتزاز الثقة في البنوك. وحذر التقرير من انهيار الثقة بالقطاع المصرفي في العراق إذا ما استمرت عمليات تهريب الدولار من دون السيطرة عليها. وقال خبراء في الشأن المالي والاقتصادي إن فرض العقوبات الأمريكية سيعيد أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير في السوق المحلي، كذلك سوف يكون له تأثير على سمعة القطاع المصرفي العراقي أمام المجتمع الدولي. فهذه العقوبات تؤكد ضلوع تلك المصارف في الأعمال المخالفة للقوانين الدولية، ويؤكد عدم وجود رقابة عراقية من قبل البنك المركزي على عمل القطاع بعكس الرقابة الأمريكية على عمل المصارف، ما يشير إلى صعوبة إخراج أي دولار من العراق نحو الدول المعاقبة أمريكياً. إلى صحيفة طريق الشعب مقال الكاتب عامر عبود الشيخ بعنوان مللنا من وعودكم. يعاني العراقيون هذه الأيام كثيراً بسبب ارتفاع درجات الحرارة وطول ساعات القطع المبرمج للتيار الكهربائي الوطني، وخلال فترة تجهيزها أي الكهرباء تكون غير أو متذبذبة وغير مستقرة، وتنقطع وتعود بين فترات قصيرة لا تتعدى دقائق معدودة، ما يتسبب في تعطل الأجهزة الكهربائية. في المقابل من ذلك يأتي جشع أصحاب المولدات ليفاقم من معاناة المواطن بزيادة سعر الأمبير الذي وصل في بعض المناطق إلى 20,000 دينار، في حين أن التسعيرة التي حددتها الحكومة تبلغ 12,000 دينار فقط عن كل أمبير، وهذا بالنسبة للخط الذهبي. الحكومة فشلت في تنفيذ وعودها بتحسين الكهرباء الوطنية، وهذا يخالف تأكيدات رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني بأن حكومته وضعت مشكلة الكهرباء ضمن أولوياتها، وأن هذا الصيف سيكون الأفضل من ناحية عدد ساعات تجهيز التيار الكهربائي، ناهيك عن تصريحاته بشأن إبرام عقود ضخمة مع كبريات الشركات العاملة في هذا القطاع كسيمنز وجنرال إلكتريك، وبشأن مضي الحكومة بخططها في استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط والغاز الطبيعي في مجال الطاقة من أجل تقليل الاعتماد على الغاز المستورد. كل ذلك والمواطن يعيش اليوم وضعاً قاسياً تحت وطأة الصيف اللاهب وصلت فيه الحرارة إلى 50 درجة مئوية. أقول إن المواطن مل من وعودكم غير المجدية، وأيقن بأن الكهرباء لن تتحسن، وأن كل ما يقال عبارة عن وعود لا أكثر، فيما مصير معاناته محتوم والسبب معروف جيدا وهو الفساد في ظل حكومة المحاصصة.
وبعنوان الحرب والعملية السياسية في السودان، كتب الشفيع خضر سعيد مقالاً جاء فيه: في أي عملية سياسية جديدة بعد توقف الحرب من الضروري أن تتوج بتشكيل آلية قومية تضم قيادات كل القوى السياسية والنقابية والحركات المسلحة ولجان المقاومة والقوى الشبابية والقيادات النسائية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، باستثناء أزلام النظام البائد ودعاة استمرار الحرب، وذلك لاختيار قيادة الفترة الانتقالية رأس الدولة ورئيس الوزراء على أساس النزاهة والأهلية والكفاءة والقدرة السياسية والتنفيذية، وبعيداً عن أي ترضيات أو محاصصات سياسية وحزبية. غير وارد تكوين المجلس التشريعي الانتقالي بالانتخاب بعد توقف الحرب مباشرة، وذلك لأسباب عملية واضحة وأيضاً لأسباب سياسية تتعلق بضرورة استكمال مهام الانتقال الأساسية منها قبل الانتخابات، وإلا كان ذلك دعوة لتجريب المجرب الفاشل ولاستمرار دوران الحلقة الشريرة. فاعتقادي الممكن والمفيد هو تنظيم انتخابات المجالس المحلية بمستوياتها المختلفة، فهي إضافة إلى تعاملها المباشر مع قضايا المواطن المعيشية يمكنها أن تلعب دورا رقابيا حتى تجاه الحكومة الانتقالية وأجهزتها المختلفة. ثم أن الانتخاب إليها سيعتمد كثيرا على معرفة الناخب مباشرة بالمرشح وليس عبر حزبه، وأن الناخبين سيصوتون للمرشح الأقدر على خدمتهم من وحي التجربة اللصيقة في الحي أو المحلية بغض النظر عن انتمائه الحزبي، وكل هذا مطلوب بشدة في أزمنة ما بعد الحرب. ومن تجربة انتخابات المجالس المحلية يمكن أن تتولد أفكار تساعد في بلورة أي النظم الانتخابية أفضل لبلادنا التي أنهكتها هي وقواها السياسية سنوات القمع والنزاعات، ومؤخرا هذه الحرب الشريرة. نشرت صحيفة الغارديان تقريرا لمراسلها في نيويورك كريس ماكريل، قال فيه إن أصوات اليهود الأمريكيين باتت مسموعة وتشك بإسرائيل وتريد تحديد الدعم الأمريكي لمنع توسع المستوطنات. ويقول الكاتب أن مايك ليفينسون يدفع ضد السياسات منذ 40 عاما ويعتقد الآن أنه وصل إلى مرحلة ما، ويقول إن هناك تغييرا والساسة يرونه وأعتقد أن هذا يخيفهم. وكان يحمل لافتة كتب عليها أوقفوا عنف المستوطنين، حيث شارك في مسيرة يوم الخميس في نيويورك، وأضاف: هناك تغيير كبير يدور وسط اليهود الأمريكيين، وهناك الكثير من اليهود خاصة الشباب الذين لا يسارعون ويقدمون الدعم بدون شرط لكل شيء تفعله إسرائيل، والناس يتقبلون حقيقة أنك قد تكون يهوديا وتنتقد إسرائيل في نفس الوقت. المواقف من إسرائيل تتغير منذ سنين، حيث بات الكثير من الأمريكيين العاديين واليهود وغير اليهود ينظرون للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من منظور الحريات المدنية، فهم يتابعون منصات التواصل الاجتماعي ويبحثون عن المعلومات القادمة من الشرق الأوسط، وهم ليسوا بحاجة للاعتماد على الإعلام الجماهيري أبداً، فهم متشككون بشأن ما يسمعونه من الساسة والجماعات اليهودية الرئيسية. 58% من اليهود الأمريكيين يدعمون فرض قيود على الدعم العسكري الأمريكي لمنع إسرائيل من استخدامه في توسيع المستوطنات بالضفة الغربية. وتقول الصحيفة إن جزءاً من هذا التحول نابع من منصات التواصل الاجتماعي والتداول الواسع للقطات الفيديو عن هجمات إسرائيل ضد غزة والضفة الغربية وعمليات الترحيل الجماعي للفلسطينيين في جنوب الخليل وهجمات المستوطنين المسلحين ضد القرى والبلدات الفلسطينية. قالت صحيفة واشنطن بوست إن إدارة الرئيس الأمريكية جو بايدن متمسكة حالياً برفض إرسال صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا، على الرغم من ضغوط المشرعين الأمريكيين والطلبات المتزايدة من كييف. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بوزارة الدفاع والإدارة الأمريكية قولهم إن واشنطن ليست في عجلة من أمرها لتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى. وبحسب الصحيفة فإن البنتاغون يخشى من أن إرسال ما يكفي إلى أوكرانيا لإحداث فرق في ساحة المعركة بأنه سيقوض استعدادات الولايات المتحدة للصراعات المحتملة الأخرى.
ترغب كييف في أسلحة بعيدة المدى والتي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، حيث لا يتخطى مدى الصواريخ الأوكرانية حالياً 80 كيلومتراً. وترفض الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا خشية أن تستهدف هذه الصواريخ أهدافاً في الأراضي الروسية، ما قد يؤدي إلى اتساع النزاع. وأشارت واشنطن بوست إلى رضا إدارة بايدن عن البيانات والتعهدات المكتوبة التي قدمتها كييف بعدم استخدام الأسلحة المتقدمة من الولايات المتحدة لاستهداف الروس خارج الحدود الأوكرانية. وفي أيار مايو الماضي أعلنت بريطانيا عن تزويد كييف بصواريخ ستورم شادو، تبعتها فرنسا بتسليم صواريخ سكالب القادرة على إصابة أهداف على بعد 250 كيلومتر، وهو الأبعد مدى بين الصواريخ التي أرسلها الغرب لأوكرانيا وفقاً لفرانس بريس. لنبتعد قليلاً مشاهدينا عن نصوص الصحافة ونتابع صور الكاريكاتير. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. في آخر تحديثات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على موقع تويتر الذي استحوذ عليه، استغلت المنصة عن الطائر الأزرق ووضعت مكانه حرف إكس، وأطلقت منصة تويتر شعارها الجديد الاثنين مستبدلة الطائر الأزرق بحرف إكس أبيض على خلفية سوداء في إطار إعادة تسمية للعلامة التجارية. ويستمد تويتر الذي أسس في عام 2006 اسمه من صوت الطيور، واستخدم علامته التجارية منذ أيامه الأولى عندما اشترت الشركة سهم رمز للطائر الأزرق مقابل 15 دولار بحسب موقع التصميم Creative Block. ويأتي تغيير اسم تويتر في مرحلة تواجه فيها المنصة صعوبات كثيرة، مع صرف ماسك نحو نصف الموظفين وتراجع العائدات الإعلانية بنحو النصف على قول الملياردير. في إندونيسيا أصبحت حقول الأرز الخصبة في منطقة تمبوليسلكو مجرد شبكة من الممرات الحجرية على سطح المياه التي اجتاحتها، في مثال على الكارثة التي قد يتسبب فيها تغير المناخ في المجتمعات الساحلية. وما زال أكثر من 200 شخص يعيشون في هذه المنطقة الساحلية
من جزيرة جاوة، رغم أن حياتهم تغيرت بشكل كبير بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر وتآكل السواحل والاستخراج المفرط للمياه الجوفية ما تسبب في حالة التسيل. كما أن إزالة أشجار المانغروف من أجل إنشاء برك صدر في التسعينيات جعلت الساحل أكثر عرضة للفيضانات. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الصيف ده بدأ بدري والكهرباء ما مستمرة، يعني يوم فيه يوم ما فيه، 3 ساعات 4 ساعات غايدين غايدين، الحمد لله رب العالمين. تاني حاجة أول حاجة الموية دي هسي، الموية دي جات من الصيف ده بدأ بدري، الموية دي ما جاتنا هسي قريب. أول حاجة جابوا لنا يا ما تلعيد كده وقطعوها، هسي والله نشتري. طبعاً عندنا معاناة مبالغة بالنسبة للموية أو المياه، قرابة يمكن 6 شهور نحن موية ما عندنا نهاية، المواسير دي ساكت ما فيها أي حاجة. بنعاني في شراء المياه من العربات الخاصة بالمياه. يبدو أن الشعوب فعلا باتت تواجه ما يسمى حرب المياه. إلى اللقاء.